انت شايفه نفسك كده ليه يا بت؟ لا تكوني الكام هالهوله اللي جبتيهم جداد خلوكي مصدقه انك ست. طب وليه كسر الخاطر ده بس؟ انا يعني عملت ايه لده كله؟ ما انا كل يوم من صباحيه ربنا مكفيه على الشغل لما حيلي اتهد، اعمل ايه تاني؟ يا نهارك اسود، انت كمان بتردي عليا؟ ماشي يا بت عبد البصير، غوري ما اشوفش وشك كده تاني، غوري. ايه ده؟ في ايه يا ريهام؟ بتزعقي ليه؟ مفيش، كنت بطرد الحيوانه دي. خشي جوه ولا يعني ايه تخشي جوه؟ انا قلت تمشي يعني هتمشي، استني يا بت. وانا قلت مش هتمشي يعني مش هتمشي، خشي جوه يا ولاء. انت بتنصر الخدامه عليا يا قاسم؟ ريهام ما ينفعش نقطع ارزاق الناس بالشكل ده، وما تنسيش انا راجل البيت وقلت انها هتقعد. وانت من امتى وانت بتتدخل في الامور دي؟ من النهارده يا هانم، مش هبقى رجلي كرسي في البيت ده، وانت اي حاجه تعمليها لازم تاخدي رايي فيها. ولا عايزه البت تروح تشتكي لابوها عشان ابوها يروح يشتكي لابوكي عشان ابوك يشرفني انا يجي يقول لي احكم بيتك يا قاسم؟ ريهام انا تعبان وهطلع انام، على اذنك.